لما يقولون الجهل مشكلة، مشكلة الواحد إذا سولف وهو ما عنده أي خلفية عن اللي يقوله، فهذا الجهل يقطه في حفرة إنه يفشل نفسه. أبي مصدق يتكلم. إلهام الفضالة توجه رسالة لهيا الشعيبي بعد عام من الأزمة بينهما: أنت جاهلة. كل ما بي رفيجاتي طرشوا بي كذي، أنا طاف ما بيعور راسي. بعد عام على اشتعال الأزمة بينهما، ردت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على استمرار الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الحديث عنها والهجوم عليها باستمرار بسبب الأزمة التي اندلعت بينهما منذ عام مضى، والتي كان آخرها يوم عيد الأضحى وتحدثها عن عدم مسامحتها لها مهما حدث. يصير ما يصير، احنا كل يومين سالفة، كل يومين سالفة، كل ثلاثة ايام كله كذب وتلفيق على شنو؟ خلاص ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. وظهرت إلهام الفضالة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في سناب شات، وأكدت بأنها لن تتعامل بنفس الأسلوب وترد بنفس الطريقة لأن أخلاقها تمنعها من ذلك، واتهمت هيا بالجهل حيث علقت قائلة: لما يقولون الجهل مشكلة، مشكلة فعلا الواحد إذا تحدث هو ما عنده أي فكرة عما يقوله. وتعجبت من ذكر المساوئ فقط من قبل هيا الشعيبي قائلة: خلاص اذكروا جميلة واحدة على الأقل، اذكروا حسنة واحدة عيب. خلاص يرحم أم نيابتكم، ذكروا جميلة واحدة على الأقل، ذكروا حسنة واحدة عيب. ولفتت إلهام إلى أنها لا تتحدث عن الأمر لأنها تحترم وجود عيش وملح بينها وبين من انقطعت علاقتها بهم، دون ذكر اسم هيا الشعيبي، وأكدت أنها قادرة على الرد والهجوم لكنها لن تفعل ذلك لأن الواحد يتعامل بأصله. بس خلاص أوفر. الواحد يتعامل بأصله، كل من يبين معدنه وأصله. أنا أقدر أطلق النار على قولتهم بس. وكانت هيا الشعيبي قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في سناب شات تحدثت فيه عن مسامحة الناس لبعضهم البعض بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى، مشيرة إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يستطيع الإنسان مسامحتهم، في إشارة إلى إلهام الفضالة التي اتهمتها أيضا بالكذب والخيانة وقطع الأرزاق.